العميد متقاعد محمد سامح أحمد عبد الرحمن من قوات الدفاع الجوي. تخرجت في الكلية الحربية في يوم 12 فبراير سنة 1970، والتحقت بالفوج 61 دفاع جوي مدفعية مضادة للطائرات عيار 100 ملي. في 67 القوى الغاشمة إسرائيل وأمريكا عملت عدوان على مصر وسوريا. طبعا كان الجيش المصري شبه يعني متدمر، والقائد العظيم جمال عبد الناصر لما تحمل المسؤولية وحب ان هو وقال للشعب ان انا هتنحى، الشعب بالكامل عن بكرة رفض. ولقد اتخذت قرارا اريدكم جميعا ان تساعدوني عليه، لقد قررت أن أتنحى تماماً ونهائياً عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. وإن الشعب بيقول له، بيدي رساله لسياده الرئيس ان احنا وراك يا سياده الرئيس، لا نقبل، الشعب المصري صاحب الحضاره 7000 عام لا يقبل الهزيمه ولا يقبل الاستسلام. من هذا اليوم تم الاعداد تضحيه من قاده عظام، اصبحت الكليه الحربيه، الكليه الجويه، الكليه البحريه بتشتغل 24 ساعة في اليوم عشان تخرج دفعات من الضباط. أصبح التجنيد الأفراد بيتكلبوا، أفراد الشعب بيتكلبوا عشان يتطوعوا ويتجندوا في القوات المسلحة. القيادة وفرت جميع الأسلحة، معجزة حربية جدا إن في جيش يتدمر بالكامل. كل المؤشرات كانت ان هذا الجيش عشان يتبني جيش قوي مش اقل من 10 سنين، لكن سبحان الله في خلال عامين فقط تم استعاده القوات المسلحه اقوى من قبل 67 عشرات المرات، وده بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل قاده عظام. لان اي منظومه عشان تنجح لازم يبقى فيه تخطيط سليم، وتخطيط يتبعه تدريب، والتدريب يتبعه روح معنوية للأفراد. عشان خدنا حرب السنزاف وأنا كدفاع جوي، جات لنا أيام بنشتبك 14 اشتباك يومي، كنت أنا في منطقة أبو سلطان وأبو سوير. كان تقريبا في البدايه كانت السماء الطيران الاسرائيلي طبعا يتفوق على الطيران المصري، لحد احنا القياده عشان تدخل صواريخ، كل قواعد الصواريخ ما تحاول تتبني العدو بيضرب المباني بتاعها، لحد ما قياده الدفاع الجوي بقياده الفريق محمد علي فهمي هذا الرجل العبقري فكر في عمليه كمان صواريخ. كمان صواريخ يعني كانت الصواريخ بتضرب في اماكن تتواجد في أماكن غير متوقعة العدو، بحيث طائرات العدو لما بتخش بتفاجئها بتدمرها. وذلك يوم 30/6 سنة 70، وفي استاد في الكورة اسمه 30/6. إيه 30 يونيو؟ 30 يونيو إيه؟ لأن في هذا اليوم أسقطت في الصواريخ المصرية أسقطت فيه أكثر من 30 طائرة في يوم واحد. وده عبقرية تخطيط وتنفيذ من قيادات عظيمة آمنوا بالمهمة بوطنهم وبالمهمة الملقاة عليهم. بعد وقف إطلاق النار سنة 70 القوات المصرية برضو احنا جمال عبد الناصر رفع شعار إن ما أخذ بالقوة لا يسرد إلا بالقوة.
واقول النهارده في 23 يوليو سنه 70 اننا نعمل في السياسه ويجب الا تغيب عنا الحقيقه الاساسيه ويجب ان نعمل على تطبيقها. هذه الحقيقه هي ان ما اخذ بالقوه لا يمكن ان يسترد بغير القوه. فاحنا حاطين في ان كرامتنا وسينا لازم نستردها. فاصبح التدريب بعد وقفة الله النار تدريب على جميع اعمال العبور والمواقف اللي بتصادفنا في ايام الحرب اكتوبر كنا بنتدرب عليها مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره. وتدريب جميع الاسلحه كانت متطوره ساهمت في الحرب. مدفعيه، مشاه، مدرعات، دفاع جوي، أسلحة وزخيرة، جميع الأسلحة، الشؤون المعنوية، التوجيه المعنوي كان بيرفع من معنويات الفرد المقاتل. لذلك لما احنا عددنا للحرب أكتوبر كان فيه خداع تعبوي وخداع تكتيكي. المهم ان ايه؟ هقول لكم على مفاجأة. الأفراد اللي عندي، وأنا كنت ملازم أول، كنت قائد سريد صواريخ سام 7 مكونة من 3 فصائل وألحق عليها 2 فصائل. مهمتنا الدفاع على معابر اللي بتعدي عليها أو اللي تعبر عليها قوات الفرقة 16 والفرقة 21 في منطقة سرابيوم ومركات الدفرسوار. الأفراد اللي عندي معظمهم أفراد كان مؤهلات عليا أو مؤهلات متوسطة بقالهم 6 سنين و7 سنين في الجيش. إحنا بشر، لما بيعرف بيقول لك إن في حرب يعني ممكن تموت. برضو احنا الخوف ده غريزة إنسانية. ومع ذلك لما الأفراد اللي بقولهم ان الحرب الساعة 2 الساعة 2 الأفراد كانوا بيزغرطوا بيهللوا قولوا الله أكبر، قمة الفرح وقمة بيقول لك ليه؟ يا إما شهادة يا إما نصر. وده كانت الروح الموجودة. تم الحمد لله، تمت العبور، قوات الجوية دكت مواقع العدو. طبعا انتوا عارفين كلام معروف، المدفعيات بعدها المشاه، عدينا أكبر مانع في التاريخ، مانع اللي هو قناة السويس. وكانت اليهود قال لك ده اللي في ناس كانت بتخوفنا تقول لك اللي هيعدي فيه ده في نبل وفي مش عارف ايه، يعني محدش حقيقي. لكن ومع ذلك تسلقنا الأفراد الجنود اللي جاي من أسوان واللي جاي من سوهاج واللي جاي من الوجه بحري اسكندرية، أو كل الناس كانت أبطال، أفراد جنود وزباط، مش الزباط بس، والشعب كان بطل، الشعب اللي ضحى، كل أسرة فيها أب في الحرب أو أخ أو زوج. الشعب المصري ضغط على نفسه، المواد التموينية والحاجات دي كانت بتروح للجيش عشان خاطر هذا اليوم العظيم. وربنا كافئنا وانتصرنا في 73. انا بالنسبه لحضرتك هقول لك بس نماذج بس لشويه افراد يعني جنود يعني واذكرهم وربنا يتولاهم برحمته لانهم شهداء. جندي محمد احمد حمايه ده من سوهاج، ده قبل بلاء حسن جندي فرد عادي انقذ ضحى بنفسه بقنبلة اسمها حسام، دخل فوق البرج ضربها السجاة جت فيه مات استشهد. كانت النتيجة ان هو الافراد، واحنا الافراد دفاع جوي معناش اسلحة مضادة للدبابات، فمن صوت الانفجار والافراد بتوع الدبابة نزلوا منها قدرنا نتخلص عليهم. ده يعني واحد من ضمن الناس. في عريف مجند كان اسمه محمد احمد محمد نصار من بلد اسمها شبين القناطر، كان قائد الفصيلة في اشتباك جوي أسقطوا طائرة، الطيران ضرب الموقع بتاعهم، فأنا معايا جهاز لاسلكي فبتصل محدش بيرد عليا. بعد 25 دقيقة بيتصل بيا يقول لي تمام الغارة يا فندم، استشهاد ضابط قائد الفصيلة، استشهاد 2 جنود، إصابة 4 أفراد، تم نقل دفن الشهداء وتم نقل المصابين وتم الانتقال لموقع التبادلي وجاهز للشباك يا فندم. ده عريف مجند. في مدنيين استشهدوا واحنا بنعبر، في ناس من المدنيين اللي كانوا موجودين في منطقه سرابيوم وجبل مريم
كانوا بيساعدوا الجنود في شيل الصناديق والكلام ده وعاوزين يعدوا معانا. ده كانت الروح للشعب المصري. ولازم ناخد بمأخذ العلم اللي هو التخطيط والتنظيم والتدريب الجيد يؤدي حتما الى نتيجه كويسه يؤدي الفلوس. يعني منظومه زي النادي الاهلي، منظومه النادي الاهلي يقول لك نادي الاهلي ده نادي بياخد بطولات. ليه؟ ماشي باسلوب علمي، ده النادي على مستوى النادي الاهلي. احنا كشعب نتمنى ان احنا نرجع للعلم، نرجع للتخطيط، تبقى نبني بلدنا بمنظومه مبنيه على التخطيط والعلم وتلاحم الشعب مع الجيش. هو ده الأساس النجاح في أي دولة. دور الإعلام، دور الإعلام في حرب أكتوبر كان هايل، كان الصدق. في 67 كان يقول لك إيه، إحنا وقعنا مش عارف 500 طيارة، وكان كلام غلط. في 73 استفدنا ما هو العبرة إنك أنت استفاد بأخطائك، استفاد بأخطائك عشان تحقق النجاح. في 67 استفادت بها القيادة واستفاد منها الشعب، وأدركوها في 73 فحققنا هذا النصر العظيم. واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات.